إذا آخر شيء بدنا نحسب الآن الإفيشنسي. فالسؤال بطلب الإفيشنسي تبعت الترانسفورم بدنا نحاول نحسب اللوسز. هلا الإفيشنسي راح تكون مساوية هلا هون بدنا نقسمها على الباور اللي في السيستم او الباور ديليفر. خلينا نقول باور ديليفر. اوكي ما بقسمها هون على الكي في ال، بدي اقسمها باور، فبقسم واتس على واتس زائد واتس. ايش يعني باور ديليفر؟ انا هذا ترانسفورمر شو استفدت منه؟ شو وصل لي باور؟ الباور هاي كيف بقدر احسبها؟ هلا هون بتدخل الزاويه، شو بتصير هذه؟ في في اي كوساين الزاويه، وهون الباور لوسز راح تكون الباور لوسز اللي في الار ايكوفالنت والباور لوسز اللي في ار سي. يعني كانه هون عمالنا بنقول كوبر لوسز. ليش ما بنحط بال كي في اي؟ ليش ما بنحط بالباص الباور ديليفر؟ مش احنا ليش سمينا اوتبوت على الانبوت؟ اوكي هاي اللوسز. اوكي مزبوط. لا حتى مزبوط كلامك، هذا غلط، القانون هذا غلط. هون هي باور ديليفر، هذيك لو بدنا نسميها ان افيشنسي او لوس. فبنحط هاي الباور ديليفر. يعني انا هدفي كله من الترانسفورمر ايش اعمل؟ اوصل باور، بس لكني خسرت هون لوسز، فهذه على هاي راح يكون رقم كبير قريب من 100%. واللي انا حطيتها هي عباره عن برسنتج قصدي مش اذا هون عندي راح تكون هاي الباور ديليفرد على باور لوسز اللي هم راح يكونوا كور زائد كوبر زائد باور ديليفر. خلينا نطلع اول شيء على اللوسز، قديش الكرنت اللي ماشي عندنا؟ 65 فولت سكندري 65. فراح يصير عندي الكوبر لوسز هي كوبر راح تساوي 65.2 امبير مضروب في مين؟ ليش لازم تكون ار هون؟ ما دام الكرنت اخذته ريفير تو ذا سكندري، مش هيك؟ مش هذا ريفير تو ذا سكندري؟ لازم هاي تكون ريفير تو ذا سكندري اللي هي 0.0445. احسب الله هذا الرقم. هلا الكور لوسز كيف بدي احسبها؟ هل الاي مضبوط 189؟ اوكي. هل الكرنت 65.2 مر هون؟ لا. ايش الاحسن استعمل حتى احسب اللوسز هاي؟ فولتج. اي فولتج؟ هلا هو مش راح يفرق كثير، الاحسن استعمل البرايمري. فاذا استعملنا البرايمري، قديش قلنا البرايمري مثلا في كل حاله من الحالات؟ فرضا لو اخذنا الحاله الاولى يعني دي 234 او في بي على اي. ليش بستعمل في بي على اي؟ لانه هاي الار ريفير تو ذا سكندري. فبصير عندي هلا في سكوير على ار، في راح نستعملها 234.8 5 هذه برسنتج هون فوق في سكوير. وار قديش كانت عندنا؟ ار سي ريفير تو ذا سكندري محيناها احنا، اظن كانت 110 ولا 1050. ليش بيطلع هذا الرقم 52.5؟ فصار عندي كل اللوسز يساوي 52.5 زائد 189.89 بيطلع 241. طيب نحسب الباور ديليفرد. راح اخذ انا كمان الحاله الاولى، الحاله الاولى قديش الباور فاكتور قلنا فيها كان؟ 0.8 مش هيك؟ فبصير عندي باور ديليفرد بدها تساوي في لاين. هلا اذا بعتبر بدي اعتبر باور ديليفرد هي اللي راحت على اللي هي على السكندري 230 في 65.2 في 0.8 بيطلع معي الباور 12000 12 كيلو وات. فبصير عندنا هلا هون الافشنسي ايتا هاي ات 0.8 لاجينج بدها تساوي 12000
على 12000 زائد 241.5 هي المفروض تطلع 98.3%. تطلع 98 و 0.3. اوكي هلا الحالتين الثانيه